نرحب بحضراتكم مرة تانية، وخلينا دلوقتي نروح للميا عشان تعرفنا على آخر أخبار المرور والطقس في القاهرة والمحافظات، وكمان نسألها على سؤال الحلقة. لميا صباح الخير عليك. صباح الخير يا لميا. صباح الخير عليك يا جمانة، صباح الخير عليك مصطفى، وصباح الخير على كل مشاهدينا. قولي لنا بتعملي إيه؟ عودتي ابنك الأول إزاي؟ وأنت عرفتي إزاي أو عملتي إيه وأنت صغيرة؟ هو وأنا صغيرة ما كنتش يعني ما حدش كان بياخد معايا مجهود، هو صومي فبصوم، يمكن ما خدتش وقت كتير. ما خدتش وقت كتير في ان انا اصوم مثلا لحد الظهر او العصر، بعمل زي ما هم موجودين بالظبط في البيت معايا، جدتي او مامتي بيصوموا فبعمل زيهم وبقلدهم، بيصلوا فبصلي زيهم وبقلدهم، فما خدتش وقت كتير قوي ان انا يعني اصوم اليوم كله، لا يعني يمكن سنه واحده بس، رمضان بس اللي عدى عليا واحد بس، وبعد كده صمت اليوم كله. انما ابني هو اللي بيسال بقى لما بقول له نصوم علشان نحس بالفقير وعلشان ربنا طلب كده، فبيقول لي يعني اجوع؟ قلت له اه جوع. انا غفلت عنه مثلا ساعه واحده بس لقيته بياكل، فبيقول لي اصل انا جوعت فاكلت خلاص، يعني حسيت بالجوع، يعني حس بالجوع، حس انه عطشان فاكل خلاص. فببتدي ابذل مجهود بقى ان انا اقرا اكتر وافهم، يعني افهم ازاي اشرح له واوصله فكره الصيام احنا عاوزين منها ايه بالظبط. فشغالين على ده لحد دلوقتي، بس هو لحد الظهر لحد دلوقتي. حلو، ربنا يخليه لك. واحده 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 واحده، وما تقرصيش وهتيجي المواضيع لوحدها ان شاء الله. بصبح عليكم مره ثانيه.